يا مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. النهاردة ان شاء الله ريفيو في محل حلواني جديد، هنتعرف مع بعض على اسعار كحك العيد والتشكيلة الجديدة السنة دي ان شاء الله. احنا تحديدا في منطقة الملاحة الجديدة في محافظة السويس عند محل حلواني بيكر دي. تعالوا بينا نشوف مع بعض الاسعار السنة دي، بس يا ريت تتابعوني باللايك والشير. لا انا خلصت مش قادر. ازي حضرتك يا شيف ولاء؟ حضرتك طيبة. النهارده ان شاء الله عايزين نتعرف مع بعض بقى على التشكيله الجديده السنه دي من كحك العيد وكل بقى المنتجات بتاعتكم والاسعار كمان. تمام، ما شاء الله انا شايفه تشكيله جميله جدا، يعني متنوعه من السبليهات والكحك والبتيفور والحاجات الجميله دي. طبعا عرفينا اكتر بقى. بصي يعني نبدا بالكحك طبعا. ماشي، ده كحك ده سبع جمل. تمام. كل الخامات اللي بتتم كلها في سمنه بلدي كله. اي ده اهم حاجه. ده اهم حاجه، ده فوزيات يعني بالذات الكحك. يعني الكحك لازم تبقى سمنه بلدي صافي، يعني حتى عشان لما بتيجي تاكل كحك بتلاقيها دايبه. يعني الكحك بتاعكو ناعم؟ ناعم جدا. يعني حتى ايه، بصي هي اصلا هتلاقيها مش مستحمله، عشان ده عين جمل ملبن. اهي ناعمه جدا زي ما انتم شايفين. من النص بقى شد علشان ايه؟ الملبن جوه. الملبن اهو وعين الجمل. لا ما شاء الله، هي اصلا دايبه جدا يعني. ف وطعم السمنه البلدي بيبان جدا في الكحك. طبعا. طيب الكحك عندكم بيبقى بالسكر ولا ممكن يبقى ساده ومعاه سكر اضافي؟ في ساده بيطلع ومعاه السكر بتاعه، وفي بيطلع كده. بس ده طبعا يعني بيتوقف على الزبون على حسب طلبه. بس الاثنين متوفرين عندكم؟ موجودين. تمام. الساده والسكر. ده كحك ساده، ده من غير سكر. ده كحك ساده من غير سكر. انا بس جبت يعني ايه عينات كده عشان نشوف شكله. امسك لنا واحده كده بعد اذنك. وده بيبقى الحجم بتاع، انا شايفه ان الحجم عنده كله صغير قوي، في كحك بيبقى صغير قوي وكحك بيبقى كبير قوي. ده بقى بناء على ايه بتحددوه؟ في ناس حجم الكحك يعني. لا هو احنا عموما ما بنعملش ولا صغير ولا كبير، يعني احنا الوسط ده. بس في ناس بتحبه صغير وفي ناس برده بتحب الكبير، بس احنا بنعمل كله ولا كبير ولا صغير. يناسب بقى اللي عايز صغير هيلاقي برده اكبر شويه، والكبير يبقى الوسط. الكحك بتاعكم الحجم الوسط ده؟ ده الوسط. ريحته حلوه قوي. ده يعني هو لسه خارج من الفرن ولا ريحته جميله؟ ايوه هو لسه، ده لسه طالع. ده ساده. جميل. تحطوا له ريحه كحك؟ بنحط له. طبعا حلوه قوي. كحك تحط له كل التوابل بتاعته. ده كحك ساده. حتى بصي هو يعني دايب. الشكل اللي انا شايفاه ان الخامات اللي انتوا بتستخدموها بصراحه، او شيف داليا صاحبه المكان، يعني خامات ما شاء الله نظيفه. هو ده بقى يعني اللي بيفرق عن بره، ان احنا هنا مدام داليا بصراحه صاحبة المكان بتشتغل بخامات عالية جدا، حتى في شغلنا العادي برضه. يعني حتى في ناس بيجوا يلاقوا هنا الحاجة أغلى شوية من بره، بس لما بيدوقوا بيختلف بقى. ومش بيفرق معاها الكمية، يعني مهما كانت الكمية كبيرة نفس الخامات. نفس الخامات هي ما بتغيرهاش. عشان كده ممكن أسعاركم تبقى أغلى شوية. عشان كده. لكن الخامات يعني أحسن. الخامات أحسن بكتير، يعني هي السمنة سمنة بلدي صافي. بس يعني احنا حتى بقالنا يومين عطلانين عشان السمنة ما اشتغلتش. الكريمات الكلام كل ده انتوا بتخاطبوا بقى ناس معينه؟ يعني في ناس معينه هي اللي عارفه شغلكم وبتيجي على الشغل ده ما بيهمهاش السعر اصلا؟ طبعا. لينا زباين. يعني الناس اللي ما بيهمهاش السعر وعارفه الجوده هي اللي بتيجي على المحل. يعني مش بيبقى فارق معايا، بس اهم حاجه ان انتوا تكونوا كويسين. ربنا يبارك لكم يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. كم تشكيله عندكم من الكحك بقى؟ عندنا كحك ساده ساده خالص، وعندنا عين جمل، وعندنا عين جمل وملبن، وعندنا عجوه. اربعه. عجوه ده غير ده مش معمول يعني؟ لا ده مش معمول، ده كحك بالعجوه. المعمول ده حاجه تانية، لكن ده كحك معمول بعجوه بس. تمام. ده السبليه.
طبعا الاسعار هنقولها في الاخر عشان حضرتك مسؤول عن التصنيع. الاسعار هنسال بقى الانسات التانية. ده سابلين، ده سابلين شوكولاته، وده سابلين ابيض، وده شكل تاني من السابلين، وده بيتي فور، وده البيتي فور. الضغط اكتر بقى على السابلين ولا البيتي فور؟ الاثنين يعني، الاثنين ما شاء الله. احنا اصلا عندنا شغل العيد بيتعمل يومي، يعني مفيش حاجه بتقعد، يعني مفيش حاجه مركونه، لا نهائي والله والله مفيش اي حاجه بتقعد. يعني بيتعمل، بيبقى في اوردرات بتتعمل، ده ده شغل المحل. يعني انتوا كل يوم شغالين كل تصنيع؟ كل يوم شغالين تصنيع، كل يوم يوميا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 5. ربنا يقويكم والله، واهم حاجه ان الحاجه تبقى فريش بصراحه عشان كل حاجه، كل الطعم بتاعها. طيب ممكن حضرتك بقى تقولي لي سعر الكحك كام؟ الكحك السادة ب 170 السادة، الكحك العنجمل والملبن ب 140، والكحك العنجمل برضك بس ب 190، والكحك العجوة ب 190. تمام، والسابليه؟ السابليه ب 180 للكيلو، الفطور ب 180 نفس سعر السابليه، بتفور نفس السعر. نيجي هنا بقى للبسكوت. هنا البسكوت، ده بسكوت ايه؟ ده بسكوت برتقال، ده بسكوت برتقال، ده برتقال. سعره كام؟ 140. 140 وده ده بتفور عادي، ده بتفور بس واخد طبقه شوكولاته من بره، طبقه شوكولاته من الجنب، واخد برنامج ما بين ده وما بين ده، اللي ده عادي وده سوبر، اللي هو بالمكسرات يختلف عن العادي. ده السوبر اللي هو سعره كام؟ 180. وده 170. وده 170 اللي هو عادي ما فيهوش مكسرات، وده اعتقد زي ده زي ده، وده زي ده الشوكولاته، وده سابليه، وده سابليه ريحته جميله جدا، ريحته باينه قوي، ريحته واضح ان هي قويه ما شاء الله. وده سابليه، ده سابليه شوكولاته، شوكولاتة. وده بيتي فور تقريبا اللي هو شوكولاته بيضاء. والكحك ده ايه؟ ده كحك عجوه، ده كحك عجوه، ده سابليه، ده سابليه شوكولاته. ده الضرب بقى. وطبعا الحاجات دي كلها كانت موجوده هنا، بس احنا خرجناها علشان التصوير بالنسبه لكم يبقى افضل يعني، وتشوفوا الحاجه على طبيعتها. انتوا بقى لكم قد ايه فاتحين منطقه الملاحه؟ احنا بقى لنا كده سنتين، اربع سنين هنا في منطقه الملاحه. هل ليكوا اي فروع تانية؟ لا، هو الفرع ده في الخليج. طيب انتوا بقى عامه في الطبيعي متميزين اكتر بالحلويات الشرقيه ولا الغربيه؟ لا شرقي، لا بالغربي، بالحاجات الغربي اكتر في الطبيعي. والمخبوزات كمان انا سمعت ان انتم متميزين جدا. المخبوزات احنا فيها اصلا شغالين فيها اساسي، ده بيتزا بقى. ايه مخبوزات العيد بقى السنه دي اللي انتم عاملينها؟ دي احنا مخبوزات العيد عاملين منين؟ ساده، ده شغل العيد من المخبوزات، ده شغل العيد منين؟ ساده. ده منين عجوه؟ ده فتوت عجوه، فتوت عجوه. هي تختلف؟ تختلف منين عن الفتوت؟ الطعم كمان مختلف؟ لا الطعم واحد، بس ده بيبقى عجوه وده بيبقى ساده. كله برضه الشمعة بلدي، ده بسكوت قرفه. بسكوت قرفه؟ بس بيبقى مدور، مش بيبقى يعني مش بيبقى بس طويل. نفس عجينه البسكوت بتاعت العيد؟ حاجه ثانيه؟ لا لا، ده حاجه ثانيه. ده بسكوت قرفه جدا. ده باتيه بقى، الحاجات كلها شكلها صافي، كل الريحه كمان باينه، يعني باين اي حاجه بتطلع يوم يوم، كل يوم يوم مفيش حاجه بتتسكن. لا ما شاء الله، الله يسلم ايديكم. يعني كده بقى اللي كبير الشغل بتاعنا العادي اللي هو الفول الغربي الكتير، المشروب تارت، الكنافات، المانجا. شايفين اشكال التارت حلوه جدا. التارت ده بايه؟ ده تارت عين جمل وتارت نوتيلا، نوتيلا ومفتحه. المفروض برضو بينزل عين جمل وبينزل لوزة، بس طبعا عشان الكلام ده احنا موقفينه عشان شغل العيد. عشان شغل العيد. لحد امتى هتفضلوا شغالين؟ ان شاء الله بكره، يعني بكره قبل العيد بيوم ان شاء الله كل حاجه تبقى مظبوطه. يبقى كده خلاص شغل العيد بتاع كل العيد. كل سنه حضراتكم طيبه. اخر سؤال بقى لحضرتك، هل في علب مشكله جاهزه العميل يجي ياخدها على طول؟ موجودة. لحد كام كيلو العيلة؟ قد ايه؟ مشكلة كيلو،
كيلو في نص في كيلو بس، يعني ما فيش علبة مثلا 3 كيلو بحيث تبقى موجودة فيها كل منتجات كل عميل ياخدها. و لو العميل عاوز اكتب ان طلب حاجة زي كده بنوصلها بس دي حاجه باي اوردر يعني اوردر انما مش ستاندر عندكم العيله. لا لا بتبقى اوردرات. ايوه يعني حسب ما العيله بتحتاج ايه بيبقى اوردر بيتعمل. العلبه المشكله كيلو بقى سعرها كام؟ متشكله من كل حاجه موجوده سعرها 170. ده حجم العلبه الكيلو. العلبه الكيلو ده حجمها وده اللي هي النص. استأذنك بقى يا شيف تقول لنا العنوان تحديدا في منطقه الملاحه فين؟ العنوان شارع النفوس الجديد امام فيلا البطل بعد زيارنا. شغالين دليفري؟ شغالين دليفري. لحد الساعه كام؟ لحد الساعه كام دليفري شغال؟ ممكن رقم تليفون الدليفري؟ الدليفري 0132 10446. تمام انا بشكر حضرتك جدا. شكرا ليكوا. شكرا يا شيف وتسلم ايديكوا على الحاجات الجميله اللي انتوا عاملينها السنه دي. نورتونا. شكرا لحضرتك. وعموما الشغل بقى المحل نفسه ده لسه بقى ما تعرفش ان شاء الله يبقى في حلقه منفصله ثانيه باذن الله بعد العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. نورتونا يا جماعه. نورتونا جدا. وكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم واستفدتم منه زي ما طلبتم مني ان انا اصور لكم اكتر من ريفيو علشان برضو تعرفوا الاسعار والتشكيله الجديده. وان شاء الله انتظروا الفيديو والتقييم على التيك توك. هسيب لكم حسابي على التيك توك باذن الله عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. ويا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.